هاي الوقفة الاحتياجية هو اعتصام للمهندسين في مقرهم في بيتهم نقابة المهندسين. هي فعالية من ضمن فعاليات الإضراب المفتوحة اللي تقود نقابة المهندسين من أجل تحقيق حقوق نص عليها القانون، يعني حقوق قانونية من حق كل مهندس بيعمل في الوظيفة العمومية وفي الهيئات المحلية إنه يأخذها. وهي للأسف الحكومة تأخرت طويلا في الموافقة على تحصيل هذه الحقوق اللي هي 120% على طبيعة العمل لكل المهندسين المدنيين وعسكريين وهيئات محلية العاملين في ضمن قانون الخدمة المدنية. يعني هو مش قانون جديد، في قانون الخدمة المدنية في 3 شرائح متساوية في العلاوة طبيعة العمل: مهندسين، أطباء أسنان، صيادلي. الشرائح الثانية أطباء الأسنان والصيادلي حصلوا على هاي العلاوة، وللأسف المهندسين لحد الآن مش قادرين يحصلوا عليها. فإحنا رجعنا لأسلوب الحوار والأسلوب القانوني مع الحكومة بعيدا عن المحاكم اللي هي ممكن تكون مسار ثاني. في حال استمرار رفض الحكومة لتلبية مطالبكم كمهندسين، هل ستبقى الوقفات الاحتجاجية متواصلة؟ الوقفات الاحتجاجية ستتواصل حتى تحقيق الحقوق سواء من خلال الحكومة، وإن شاء الله في بوادر أمل وفي تفاهمات. كل مسؤولين الحكومة بيقروا إنه هذه حق، هذه حق لهذه الفئة من أو هذه الشريحة من العاملين في الوظيفة العمومية مثلهم، مثل قانون الخدمة المدنية أعطاهم إياه. فهم إن شاء الله لا الأمور إن شاء الله راح تكون الإيجابية كويس، وفي بيدينا أوراق كثيرة إذا لا سمح الله ما تحصلتش هذا الموضوع. إحنا بنطالب، يعني هذا الأسبوع الرابع لنا في الإضراب، بنطالب بحق أعطانا إياه القانون، أسوة بزملائنا الأطباء والصيادلة وكل القطاعات الحكومية والخاصة. فإحنا بنطالب بحق أعطانا إياه القانون، نأمل من إنها الحكومة توافق على هذه الطلبات. وإذا إحنا لحكومتنا، يعني ما لجأناش لحكومتنا لتحقيق مطالبنا وحقوقنا، لمين بدنا نلجأ؟